هناخد النهارده اول مثال على الموديلنج. هناخد حاجه اسمها فارماكوكاينيتيك موديل، وهو بيعني الحقيقه ازاي ان موديل الدواء لما بيحصل له انجكشن جوه العيان والتركيز بتاعه بيحصل له ايه مع الوقت. فده الهدف من الموديل. لكن احنا طبعا ما يهمناش فكره الدواء، احنا بيهمنا كمثال ان احنا بيبقى عندنا مجموعه من الداتا، وازاي هنعمل لها موديل، نعمل لها كيرف فيتنج، ونقدر نعمل لها المعادله اللي بتحكم تركيز الدواء جوه الجسم. فده اسمه فارماكوكاينيتيك موديل. الكتاب اللي هنشتغل منه مرفوع على الموقع، اظن احنا هناخد شابتر 3 بس في الكتاب. طبعا شرحنا الكلام ده المره اللي فاتت، وهنا بيقول لنا ان الموديل عشان نقدر نعمله محتاجين نعرف شويه معلومات فيسيولوجي، معلومات اناتومي، برضو احنا مش هنركز فيها قوي، احنا كل اللي يهمنا الموديل والداتا، عندنا مجموعه من الداتا وعايزين نعمل لها موديل، فبرضو مش هنركز شويه قوي في فكره الاناتومي والكلام ده. الكونسبت والليميتيشن في الماتيماتيكال موديل، لان هو الموديل في النهايه هيبقى هنقدر نحوله لماتيماتيكال ايكويشنز، والاسامبشنز اللي هنقدر نحطها. اي موديل لازم نحطه، احنا مش هنقدر نموديل كل حاجه في الدنيا، فهنموديل مجموعه من البارامترز بس، فهي هي مجموعه الاسامبشنز اللي هنحطها عشان نموديل مجموعه الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها بس، احنا مش عايزين نموديل كل حاجه. الهدف من الموديل او اللي احنا عايزين نطلع بيه من الاخر، ان احنا عندنا عايزين نطلع مجموعه من المعادلات بتورينا تركيز الدراج اللي هو دواء معين جوه الجسم مع الوقت بيحصل له ازاي، التركيز ده بيحصل له ايه مع الوقت، ازاي ان احنا هنعمل الحاجه اللي احنا نقدر نعملها بالنسبه للدواء، ان احنا نقدر نحقن العيان بدواء، وكل شويه ناخد عينه ونشوف تركيز العينه دي عامل ازاي. هل من خلال الكلام ده لو خدنا الداتا دي بعد دقيقه ولا بعد نص ساعه وبعد ساعه وبعد ساعه ونص وهكذا، هل نقدر ناخد الداتا دي ونعمل لها موديل بحيث ان احنا نطلع ايكويشن توصف لنا ايه اللي بيحصل في الدواء، بحيث ان احنا بعد كده نقدر نوصف كل التفاصيل بتاعت الدواء ده لما بيتحقن. بصي، بعد نص ساعة اجمعوا نفسكم بره، وبعد نص ساعة بيدخلوا. جمعوا نفسكم بره وكلكم تدخلوا الساعة 9:30. سمعوا ولا ما سمعوش؟ دي الطرق المعينة اللي الناس بتاخد بيها الأدوية، يا إما أورال أدمنستريشن، وهيدخل بقى على هيدخل على المجرى الهضمي وكده. يا إما الأورال أدمنستريشن دي وهتدخل على الطريق الهضمي بقى وقصة، اللي هي جاسترو انتستينال تراكت، يا إما انترافينوس. انترافينوس دي بقى اللي هي في الوريد، يعني هتدخل على طول على السيركيولاتوري سيستم، يا اما انترا ماسل اللي هي في العضل، يا اما سب كيوتينيوس اللي هي تحت الجلد. طبعا الاثنين دول بيخشوا على التيشو الاول وبعدين بيحصل لهم امتصاص. استنى مع زمايلك بره وخش الساعه 9:30. الادويه اللي هتدخل جوه السيركيولاتوري سيستم هنا، يا اما هيحصل لها اكسكريشن عن طريق الليفر والكدني، يا اما هيحصل لها ميتابوليزم هتتغير حالتها ويبقى حاجه تانية. احنا كل اللي يهمنا دلوقتي واللي هندرسه النهارده هو الانترافينوس انجكشن. هنشوف الدراج لو دخلناه انترافينوس ايه اللي هيحصل له كتركيز جوه السيركيولاتوري سيستم. نعم، دي الانواع المختلفه والطرق الدراجز ادمنستريشن، ازاي الناس بتاخد الدواء، يا اما اورال ادمنستريشن،
بدأت تدخل في الجاسترو انتستينال تراكت، يا اما انترافينوس انجكشن اللي هي الحقن اللي في الوريد، وهتدخل على السيركيلاتوري سيستم دايركت، مفيش باص في الطريق، يا اما انترا ماسل يا اما سبكيوتينيوس انجكشن. دي اللي هي تحت الجلد زي حقن السكر وكده، ودي اللي هي انترا ماسل انجكشن اللي هي في العضله. طبعا السبكيوتينيوس في الغالب بيبقوا عايزين يدوا سبكيوتينيوس ليه؟ لان عايزين يخلوا الريت بتاعها بتاع الامتصاص ابطا. الانترا ماسل هتبقى الريت بتاعها وصولها للسيركيلاتوري سيستم هتبقى اسرع شويه من السبكيوتينيوس، لكن مفيش حاجه اسرع من الايه؟ من الانترا فينوس. طبعا الموديل بتاعنا هيختلف بالراوت اوف ادمنستريشن، طريقه ان احنا هندي الدواء ازاي هيدخل ازاي، فالموديل بتاعنا هيختلف. فكل حاجه من دول هيبقى ليها موديل مختلف، احنا بقى انترستد في حاجه واحده فيهم زي ما قلنا. برضو الفتره اللي هيقعدها الدواء في الجسم قد ايه، والتركيز بتاعه شكله هيحصل فيه ايه، برضو معتمد على الادمنستريشن. البروسيس اوف اليمينيشن برضو، الدواء اللي احنا بناخده ده هل هو بيحصل له اكسكريشن او بيحصل له فلتريشن او بيخرج من الجسم عن طريق الميتابوليزم بس، ولا عن طريق الكدني بس، ولا عن طريق الليفر كمان، فكل ده هيأثر على الموديل بتاعنا. نعم، الراوت اوف ادمنستريشن طريقه الايه، طريقه الدواء احنا اديناه ازاي وهو بيمشي ازاي في الجسم، او الروت بقى حسب يعني الفيزيولوجي. الهدف طبعا، الهدف بتاع الايه، الابلكيشن بتاعنا بتاع الموديل، برضو ده هيأثر على صعوبه الموديل بتاعنا. احنا عايزين تفاصيل فيه قد ايه، عايزينه موديل ابستراكت قوي ولا عايزين ندخل في تفاصيل، كل ده بيأثر على اي موديل زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. عادة الناس بتبدأ بالسمبلست موديل وبعد كده ممكن تزود فيه تفاصيل كل شوية، بما ان الموديل لو اثبت نجاحه. في انواع مختلفة للموديل، احنا الحقيقة هنبقى النهاردة انترستد في موديل بنقدر ندرس بيه حاجات كتير اللي هو الكومبارتمنتال موديل. ده التارجت بتاعنا النهاردة، اللي هو الكومبارتمنتال موديل. وده موجود في الراديو اكتف ايزوتوبز اللي هي الحاجات المشعه، نفس الموديل بنقدر نتعامل بيه. موجود في الحاجات اللي فيها مايكرو اورجانيزم وبتتكاثر نفس الكلام. فاحنا هناخد المثال النهارده على اساس هذا الكلام، فيسيولوجيكال موديل سيميليشن. طبعا لو احنا بنتكلم على الفيسيولوجيكال موديل فبيبدا يبص الدراج ماده زي الليدوكاين دي لما بيحصل لها انجكشن اي في يعني انترافينوس، التركيزات بتحصل فيها شكلها عامل ازاي، فبيبدا يبص على الماده الواحده اللي حقنها تركيزها في البلاد مع الوقت بيحصل فيه ايه، تركيزها في اللنج، تركيزها تفاصيل كتيره قوي. ده الفيزيولوجيكال موديل، وده موديل صعب شويه احنا مش هناخده النهارده، احنا هناخد زي ما بنقول الكومبارتمنتال موديل. في الكومبارتمنتال موديل الحقيقه الجسم كله بيمثل على اساس ان هو كومبارتمنت واحده، غرفه واحده، حاجه واحده، مش باصين على كل التفاصيل، مش باصين ان الليفر الجسم ده مقسم لسب سيستمز، ده ما يهمناش، احنا باصين على السيستم على اساس ان هو كومبارتمنت واحده بس. الكومبارتمنت دي ممكن نقسم السيستم لسب كومبارتمنت، يعني ممكن نبص للجسم كله على اساس ان هو وان كومبارتمنت، ممكن حد تاني يقول لا انا عايز الجسم هقسمه لمجموعه من الكومبارتمنتس اثنين، السيركيلاتري سيستم حاجه وبقيه الجسم حاجه تانيه وهكذا. فكل ما احنا عايزين نزود تفاصيل في السيستم ممكن نزود اكتر من كومبارتمنت للموديل بتاعنا. هنا بيقول لنا الكومبارتمنت از نوت ا ريال فيسيولوجيكال اور اناتوميكال ريجون، مش حاجه يعني حقيقيه، احنا بنعمل موديل
عشان في النهايه كل اللي يهمنا تركيز الدواء في الجسم شكله عامل ازاي. وبنفترض ان جوه الكومبارتمنت دي لو افترضنا السيركيلاتري سيستم مثلا، احنا هنتعامل على السيركيلاتري سيستم ده على انه كومبارتمنت واحده، غرفه واحده. فدايما احنا لو بندرس التركيز مثلا بتاع الدراج، احنا متخيلين كده ان التركيز بتاع الدراج جوه البلاد حاجه واحده، مع انه في الغالب مش هيبقى كده. الدراج عمال متوزع في جسمنا كله في اماكن مختلفه وفي اماكن بعيده عن بعضها. مين اللي قال ان التركيز في كل الاماكن حاجه واحده؟ احنا في الموديل بتاعنا هنفترض ان هو حاجه واحده. وهي دي الفكره، ان احنا ازاي لما بنيجي نعمل موديل مش محتاجين ندخل في كل التفاصيل، ممكن نبدا بحاجه ابستراكت وندخل في تفاصيل اكتر بعد شويه حسب احنا محتاجين ايه. الكومبارتمنتال موديل طبعا هو مش كلوزد سيستم، هو السيستم مفتوح. يعني الموديل بتاعنا لو احنا بنفترض ان السيركيولاتري سيستم ده كومبارتمنت، يبقى هي مفتوحه على كومبارتمنتس ثانيه وعماله بيحصل اكستشينج طول الوقت، الدواء عمال بيخرج وعمال بيدخل، فهي حاجه مفتوحه. هنشوف الكلام الاخير ده اللي هو كومبارتمنتال موديل هنا معتمد على لينير ديفرنشال ايكويشن، هنشوف الكلام ده بالتفصيل وهنشوف اخر سطر ده كمان شويه حالا. الكلام اللي قلناه ان الموديل بتاعنا الكومبارتمنت بتاعتنا هي اوبن سيستم لانها مفتوحه على كومبارتمنتس ثانيه. طبعا لو احنا بنفترض ان الكومبارتمنت بتاعتنا مقفوله يبقى مفيش داينامكس بتحصل، يبقى احنا مش هندرس حاجه اصلا. لو متخيلين ان احنا حاطين كومبارتمنت كده وهي مقفوله يبقى احنا بندرس ايه؟ متخيلين يعني انا بحقن دواء والدواء ده ما بيحصلوش اكسكريشن وثابت جوه الجسم، خلاص مفيش موديل محتاج ادرسه، ما بيحصلوش اكسكريشن ولا ميتابوليزم. برضه دي هنبص عليها حالا دلوقتي. دي تاني الكلام اللي قلناه قبل كده اللي هي انواع الايه؟ الادمنستريشن او انواع الادويه ازاي بنقدر نديها، فاللي هي السبكيوتينيوس والانترافينوس والانترانسل، الاي ام والاي في والاس سي. احنا تاني انترستد في الاي في. هنا شكله بيورينا الفرق بين الانترافينوس ادمنستريشن، لو واحد بياخد الدواء انترافينوس وبياخد الدواء اكسترا فاسكولار او انتراماسولار او اي ام، الفرق بينهم بيحصل ازاي. طبعا هنا في الانترافينوس الدواء بيبدا بتركيز عالي مره واحده في الدم، وبعد كده الدواء مع الوقت تركيزه بيبدا يقل. في الانتراماسل او في الاكسترافينوس او في الاكسترا فاسكولار سيستم هنلاقي ان التركيز عمال يزيد لانه عمال يمتص من المصل ويدخل للدم. ماشي، دايما انا بتكلم على تركيز الدواء في الدم. فالتركيز واحد واخد الدواء بتاعه ده في المصل في العضله، فعمال يمتص من العضله ويدخل للدم، فعشان كده التركيز عمال يزيد مع الوقت لحد ما بيوصل لبيك وبعد كده يبدا يقل تاني. فده الفرق الانترا فينوس والانترا مصل او الاي ام والاي في. احنا تاني انترستد في الموديل الاي في او اللي هندرسه النهارده. بنتعامل مع الانترافينس هنا ان هو الجسم كله هو سنجل كومبارتمنت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اول ما حقنا البيشنت او العيان بدواء معين هو سنجل كومبارتمنت، فاكن الدواء بقى موجود في الجسم كله. احنا بنتعامل مع الجسم كله على اساس ان هو سنجل كومبارتمنت اوبند على كومبارتمنتس ثانيه موجوده في الجسم برضه. طبعا هنا بيقول لنا ان الوان كومبارتمنت هو ده ابسط طريقه ان احنا نعمل موديل للدراجز. الناس بعد شويه بقى بيتطوروا بيقدر يعمل
اتنين كومبارتمنت، ثلاثة كومبارتمنت، ويقدر يزود الكومبارتمنت حسب التفاصيل اللي هو عايز يبص عليها. يقدر يعتبر الليفر لوحدها كومبارتمنت، يقدر يعتبر الكيدني لوحدها كومبارتمنت، ويشوف العلاقات بين الحاجات وبعضها. فده شكل البلوك دايجرام بتاع الموديل بتاعنا. انترا فينوس او الانبوت بتاعنا اللي هي الدراج هيدخل للبلاد. البلاد ده فيه حاجه اسمها في دي ديستريبيوشن فوليوم، الفي دي دي ديستريبيوشن، وده الحجم. مفترضين ان البلاد ده كومبارتمنت اهو، فاضل حد؟ محدش هيخبط تاني؟ في الباب. الباب. فده شكل الموديل بتاعنا اللي هو سنجل كومبارتمنت اللي هي البلاط في الحاله دي او الجسم كله. الفي دي ده بيمثل حجم الكومبارتمنت بتاعتنا، دي ديستريبيوشن فوليوم. هنا حققنا الدراج بتاعنا الاي في انترافينوس يعني في الوريد، وبيبقى فيه ريت ان الدواء ده بيخرج بيه اللي هو بالريت بتاع كي اي. هنشوف الريت ده. مين اللي قال ان احنا كلنا جينا؟ اتفضلي. طيب هو ده مش شغل يا جماعه، احنا كده مش هنعرف نشتغل. اللي هيجي بعد كده بعد 9:05 يكون واقف لحد 9:30 لحد ما كل الناس تتجمع، وبعد 9:30 ومحدش يدخل. واضح الكلام؟ فالكومبارتمنت بتاعتنا هي اللي هي الفوليوم بتاعها في دي، دخل عليها الدراج بتاعنا او الدواء انترافينوس، وهيبدا بيخرج بريت معين. طبعا احنا هنا برضو مش انترستد في الموديل بتاعنا، احنا عاملين ابستراكت يعني فصل، رافعين اللير بتاعتنا اللي بنبص عليها، فمش شايفين مين اللي بيخرج الدواء ولا اي حاجه. احنا كل اللي يهمنا ان هو كومبارتمنت في دواء بيدخل وبيخرج، عايزين ندرس التركيز بتاع الدواء ده شكله عامل ازاي من خلال الكيرف فيتنج، من خلال مجموعه الداتا اللي احنا نقدر ناخدها، اللي هي ايه ان احنا ناخد عينه كل شويه من الدم ونحسب التركيز بتاع الايه الدواء في الدم شكله عامل ازاي. هنا طبعا اول ما بندي العينه بتاعه الاي في او الانترافينوس في الدم، بنفترض ان العينه دي انتشرت في الكومبارتمنت كلها كده، وده افتراض طبعا برضو مش صحيح، بس ده اللي هنبدا بيه. مجموعه من الحاجات بيقولها لنا، بما ان احنا بنبص على الدنيا كلها سنجل كومبارتمنت، فبيقول لنا خلي بالك ان الكومبارتمنت بتاعتنا التركيز بتاع الدواء اللي احنا انترستد فيه، تركيز الدواء في الدم شكله عامل ازاي، ما بيقدرش نوت بريدكت الاكشوال دراج ليفل ان ايه ان ذا تيشو. صحيح احنا باصين في الكومبارتمنت كلها اللي احنا عاملين موديل، مفترضين ان الجسم كله سنجل كومبارتمنت، عارفين التركيز، لكن ما نقدرش نقول والله التركيز في التيشو دلوقتي كام، لان البارامتر اللي احنا بنبص عليه هو تركيز الدواء جوه الدم شكله عامل ازاي، وتركيز جوه الدم مش معناه هو نفس التركيز جوه التيشو، هل هو ممتص ولا لا.
لكن طبعا معرفتنا لتركيز الايه الدراج جوه الدم تقدر تقول لنا انديكيشن ده شكل الدراج دلوقتي بالنسبه للتيشو عامل ازاي، هتبقى انديكيشن، لكن ما نقدرش نقول تركيز الدواء جوه التيشو دلوقتي قيمته عامله ازاي، ونقدر نعرف هو بيتغير قد ايه والدواء موجود لفتره قد ايه. هنشوف ليه هو هنا بيقول لنا ان الشغل بتاعنا ده كله هيبقى فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشنز، هنشوف جت منين الفيرست اوردر دي حالا. ده كيرف كده الناس عملت بصت مع الوقت وادت جرعه دواء معين وليكن اللي هو الليدوكاين اللي عمال يتكلم عليه في البرزنتيشن، وبدا كل شويه بياخد عينه من الدواء ويشوف التركيز بتاعها في الدم شكله عامل ازاي، فطلع الكيرف زي ما احنا شايفين كده. يبقى ده السي بي، ده تركيز الدواء في البلازما او في البلاد، وده مع التايم التركيز شكله بيحصل فيه ايه. الهدف ان احنا عايزين نعمل موديل للكلام ده. طبعا هنا عمل حاجه ظريفه لما رسم الكيرف ده بسيمي لوج سكيل، شايفين السكيل الفيرتيكال ده، احنا بنسمي عندنا في لوج سكيل وفي سيمي لوج سكيل. سيمي لوج يعني في سكيل واحد فيهم هو اللي متاخد له اللوج، فاحنا الفيرتيكال سكيل ده عاملين له لوج دلوقتي ورسمنا نفس الداتا هنا، فطلعت المعادله هنا ايه لينير بالشكل اللي احنا شايفينه ده، فهي نفس الحاجه دي بس رسمها على سيمي لوج سكيل او سيمي لوج بيبر او سيمي لوج جراف اي اسم، فطلعت لينير. نفس الكلام هنا بيورينا لما خد النقط وبعدين وصلهم ببعض بالطريقه اللي احنا شايفينها دي ورسمها على سيمي لوج، فطلعت المعادله لينير بالشكل اللي احنا شايفينه. هنشوف شويه البارامترز دي استنتجناها ازاي حالا دلوقتي. اول اسامبشن الحقيقه اللي هو هيحكم لي بقى كل الشغل بتاعنا اللي هو الريت اوف تشينج اوف دراج بلازما كونسنتريشن اوفر ذا تايم ديبينس اون ذا دراج بلازما كونسنتريشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المعادله اللي احنا شايفينها بيقول لنا معدل التغيير بتاع الدواء جوه الجسم بيعتمد على تركيز الدواء نفسه. يبقى معدل نقصان التركيز او زيادته، طبعا بما ان المعادله هنا بالنيجاتيف، المعادله هنا بالنيجاتيف اهي، فيبقى معدل نقصان تركيز الدواء بيساوي ناقص كي في تركيز الدواء نفسه. يبقى معدل النقصان ده فانكشن في مين؟ في تركيز الدواء. يبقى كل ما كان التركيز كبير كل ما الريت بتاع الاليمينيشن بتاع ان احنا بنعمل بيحصل له اكسكريشن ان احنا بنشيل الدواء من الجسم الريت بيزيد، فطلعت لنا المعادله دي. هل الموديل ده وبعدين لما حطينا هنا حولنا العلاقه دي حطينا فيه كونستانت هنا وسمينا الكونستانت ده كي اي ال او كونستانت اوف اليمينيشن، لان ده بيمثل ايه؟ ما هو معدل نقصان بيمثل الحاجه اللي بتشيل الدواء، عشان كده سميناه اليمينيشن او الاكسكريشن اللي هو اللي احنا بنشيل بيه الدواء من الجسم. يبقى معدل التغيير في الدواء فانكشن في تركيز الدواء فانكشن في تركيز الدواء نفسه. معدل التغيير اللي هو دلتا سي باي دلتا تي فانكشن في مين؟ فانكشن في التركيز نفسه، وشلنا فانكشن وحطينا بدالها كونستانت والتركيز كان بيقل، فعشان كده المعادله للايه؟ النيجاتيف اللي احنا شايفينها دي. طيب هنروح نكمل بقى المعادله بتاعتنا دي اللي هي معدل الريت اوف تشينج بتاع الكونسنتريشن اوف ايه؟ اوف دراج ان ذا بلازما يساوي ناقص كي ال الكونستنت اوف اليمينيشن مضروب في الايه؟ في البلازما كونسنتريشن بتاع الدواء اللي احنا بنتكلم عليه ده، وخدنا اللين وعملنا القصه دي كلها، فيطلع لنا الشكل اللي احنا شايفينه ده اللي هو التركيز بتاع الدواء
عند اي وقت في البلازما بيساوي التركيز عند تايم زيرو، سي بي زيرو دي اللي مقصود بيها التركيز عند تايم زيرو، مضروب في اكسبوننشال ماينس كي ال اللي هو الكونستنت اوف اليمينيشن مع التايم. طبعا هنا ممكن نحول المعادله لكميه الايه الفي دي، ده اللي قلنا الحجم بتاع الكومبارتمنت هيساوي الدوس اللي احنا حققناها، الوزن بتاع الدوس مقسوم على الكونسنتريشن، او نقدر نقول ان التركيز الكونسنتريشن بيساوي الدوس على الفوليوم. هي هي الناس فاهمين ال تاني، التركيز بتاع الدواء بيساوي الدوز اللي هي جرعة الدواء اللي احنا حققناها بالجرام هنا مثلا، مقسومة على الفوليوم، مقسومة على الفوليوم. تعالوا نعوض بالإكويشن دي هنا، فتطلع لنا الإكويشن الجديدة اللي هي كمية الدوز عند أي وقت هتساوي الدوز الأساسية اللي احنا حققناها عند تايم زيرو اللي هي كانت موجودة في السترنجة بتاعتنا أو في الحقنة أو اللي احنا حققناها، مضروبة في الإكسبوننشال تضاف الكونستنت أوف إليمينيشن مع التايم. يبقى هنا سواء التركيز أو سواء الكتلة بتاع الدواء الاتنين طالعين إكسبوننشال، والمعادلة فيرست أوردر ديفرنشال إيكويشن من خلال الإيه؟ الديفينيشن اللي هو حاطه اللي هو تركيز الدواء مع الوقت فانكشن في التركيز نفسه. في حاجة من الحاجات دي مش واضحة بالنسبة للناس؟ كلها حاجات بسيطة. في حاجة مش واضحة؟ أكيد. الموديل فيريفيكيشن. الموديل فيريفيكيشن احنا عايزين نثبت ان المعادلات اللي احنا استنتجناها دي بالموديل اللي احنا حطيناه بتحقق الاكسبيرمنتال داتا او ريزلتس اللي احنا خدناها دي. ده الهدف من الموديل فيريفيكيشن. حد فاكر ايه الفرق بين الموديل فيريفيكيشن والموديل فاليديشن؟ المره اللي فاتت خدنا حاجه اسمها موديل فيريفيكيشن. الفاليديشن فكرني بقى تفضيلين دول طب فاهمهاني يعني ايه يعني احنا دلوقتي بنعمل فيريفيكيشن يعني ايه؟ طب يعني ايه مودل رايت؟ يعني ايه مودل رايت؟ مش عايزين تفز وخلاص. ها قول كمل كمل كمل. طيب ها ايوه صح، السبيسيفيكيشن اللي هي اللي احنا بادئين بيها اللي هو الاكسبيرمنت دي، واحنا عملنا موديل اهو وعايزين نشوف الموديل ده بيحقق الاكسبيرمنت دي ولا لا، الاكسبيرمنتال داتا دي ولا لا. لا الفاليديشن مش بيحقق الجولز، الفاليديشن ان الموديل ده بيحقق كل الدنيا ولا لا، بيحقق كل الادويه اللي احنا لو ادينا اي واحد دواء وعندنا مجموعه من البارامتر والموديل ده بيحققها ولا لا. فمش همسك حاله واحده بس، صحيح اصل ممكن الحاله بتاعتي دي تبقى سبيشال كيس، انا خدت واحد وعملت له طلعت منه الاكسبيرمنتال داتا دي وطلع لي الموديل ده، لكن هل لو خدت واحد تاني وعملت الاكسبيرمنتال داتا دي هيطلع الموديل نفس الموديل ولا هيطلع حاجه تانيه ما ينفعش الموديل ده معاه؟ واضح ايه الفرق بين الموديل فيريفيكيشن والموديل فاليديشن؟ هتشوفوها ازاي؟ تخيلوا كده انتوا بتعملوا جهاز مثلا، جهاز اي سي جي، انتوا عمالين بتعملوا الجهاز، فصاحب الشركه ولا المسؤول قال لكم انا عايز اعمل جهاز اي سي جي بالمواصفات دي، فانتوا رحتوا عاملين الجهاز وتاكدتوا وقعدتوا مع الراجل عملت له فيريفيكيشن ان الجهاز بيحقق المواصفات اللي ايه صاحب الشركه قال لكم عليها، صح؟ طب وبعدين عايزين نعمل له فاليديشن، هناخد الجهاز بقى ده ونروح بيه مستشفى
ونتأكد ان كل الدكاترة شايفين ان الجهاز ما فيهوش اي مشكلة. نعم. انت تبعنا لايف سبورت ده موديلنج، مش انت قلت، مش انت قلت الثانية؟ طب ما لسه الثانية. طيب خلاص تعالي اقعدي تنورينا. انا نسيت والله. انت جاي الساعه كام؟ هتقولي لي الزحمه ومش الزحمه. قلنا المره اللي فاتت والمره دي هقول الرولز الثاني، اللي هيجي بعد الساعه 9 و5 او 9 و10 ما يدخلش، بيتم واقف لحد 9 ونص، وبعد 9 ونص ما حدش هيدخل. اتفضلي. فده الموديل فيريفيكيشن. حطينا بادئين احنا الموديل بتاعنا بمجموعه من الداتا السبيسيفيكيشن بتاعتنا، اللي هي في الحاله دي كانت الاكسبيرمنتال ريزلت اللي احنا خدناها، اللي احنا عمالين كل شويه ناخد تركيز الدواء في الدم شكله عامل ازاي، وعايزين نفيريفاي الموديل اللي احنا عملناه ده. وطبعا اي حد هيقدر يرسم الموديل ده هيطلع فعلا بيرسم بيحقق نفس الايه، نفس الكيرف ده. تعال نشوف بقى ايه. اول حاجه دي الناس بتبقى عايزين تبص على، الناس الدكاتره يهمهم حاجه اسمها الهاف لايف. خلاص انت عملت لي موديل والموديل ده فعلا بيحقق الاكسبيرمنتال داتا. يعني لو رسمنا الكيرف ده دلوقتي جيفن ان احنا عارفين سي دي وعارفين اي ال، هنلاقي انه فعلا بيفت على نفس الداتا الاكسبيرمنتال داتا ده، يبقى الموديل ده فيريفايد. طيب من الموديل بقى في شويه بارامترز الدكاتره بتبقى عايزين تبص عليها زي الهاف لايف. وبقول لكم برده ده موجود في حاجات كتير زي الراديو اكتيف ايزوتوبس اللي هي الحاجات المشعه، الهاف لايف تايم ده مهم جدا فيه برده. ونفس الكلام ونفس الكونسيبت. الهاف لايف بيبقى عايز يعرف الوقت اللي بعده تركيز الدواء قل النص، او كميه الدواء اللي موجوده في الجسم قلت النص. طبعا الرقم ده مهم جدا. انتوا عارفين مثلا تلاقوا مضاد حيوي موجود في السوق، موجود نفس الماده وموجود منه اشكال كتيره، وحاجه غاليه قوي وحاجه رخيصه قوي، ايه الفرق بينهم؟ لو افترضنا ان نفس الاكتف ماتيريال بالظبط هي هي، ايه الفرق بينهم؟ ماله التركيز بتاع الدواء؟ لو افترضنا ان هم نفس التركيز بتاع الدواء ده 1000 وده 1000. لا ما احنا بنقول نفس الماده. هي الهاف لايف دي. هو عمالين يطوروا في الدواء عشان هو نفسه الدواء المضاد الحيوي اللي الطفل خده او العيان خده ده يقعد فتره اطول. فيبدا يحمله ويحط الدواء ده على ماده بتقعد في جسمه فتره طويله ما يحصلهاش اكسكريشن بسرعه. الدكتور هيعرف البارامتر ده منين؟ من الهاف لايف. ان الدواء ده بيقعد في الجسم تركيزه بيقل للنص بعد وقت قد ايه؟ بعد ساعه ولا بعد ساعتين ولا بعد 10 ساعات؟ فكون ان كل ما الوقت ده بيطول معناه ان الدواء ده قاعد في الجسم فتره طويله فيبقى مؤثر لفتره اطول. بس هنشيل السي بي ونحط النص فهيطلع التايم كونستانت بتاعنا او الهاف لايف تايم بتاعنا هو المعادله اللي احنا شايفينها دي. لو عوضنا بالسي بي، لو عوضنا بالسي بي دي اللي هي سي بي نود على الاثنين، فخلاص الاثنين هيروحوا مع بعض وهيبقى هنا نص، ونجيب التايم ده فانكشن في الايه، في الكي ال، فيطلع المعادله اللي احنا شايفينها دي. طب هل نقدر نجيب الهاف لايف ده من الكيرف؟ ببساطه لو رسمنا الاكسبيرمنتال داتا بتاعتنا على السيمي لوك فهتطلع بالشكل ده. ده التركيز عند تايم زيرو. طبعا التركيز عند تايم زيرو ده يعني رسمة دي انها نقطة، صح ولا غلط؟ ايه رأيكم؟
يعني هل انا دلوقتي اول ما احقن ورحت واخد عملت في الدراع الثاني خدت عينه وبدات احلل فهيطلع التركيز ده على تايم زيرو؟ ها تاني، انا جبت عيان ورحت حقنه بكميه دواء معينه، فهنا الكيرف ده بيقول لي ان التركيز عند تايم زيرو كان كذا، هل التركيز عند تايم زيرو ده اقدر اقيسه؟ يعني اول ما حقنت في نفس اللحظه او واخد عينه من الدراع الثاني واشوف التركيز بتاع الدواء في الدم قد ايه؟ مش هيطلع هو. طب ما نعرف ازاي؟ هنعرف ازاي التركيز عن تايم زيرو؟ احنا مش عارفين الفي، احنا قلنا التركيز بيساوي ايه؟ بيساوي الوزن بتاع الدواء ده على الحجم الفي دي، الفي دي ده احنا مش عارفينه، والفي دي ده لسه هنتكلم عليه دلوقتي. الفي دي لسه هنتكلم عليه. انا بتكلم على تركيز مش تركيز الدواء، احنا بنتكلم على تركيز الدواء في الدم. ها التركيز عند تايم زيرو ده هنعرفه ازاي؟ هنا مثلا ناخد عينه هنا، طب هنعرف تركيز تايم زيرو ازاي؟ هناخد عينه هنا وهناخد عينه هنا وناخد عينه هنا، نمشي على نفس الكيرف، فنعمل حاجه اسمها اكسترابوليشن، لان احنا اتفقنا خلاص ان ده ماشي على موديل اكسبوننشال، فنقدر نستنتج بما ان احنا اثبتنا بالموديل ان هو فعلا ماشي اكسبوننشال كيرف، فمن حقنا ان احنا نقدر نستنتج القيمه دي، لان الموديل بتاعنا فيريفايد، احنا واثقين من الموديل بتاعنا، فما فيش حد بيقدر يجيب التركيز عند سي بي نود، لكن نقدر نجيبه بعد كذا وقت معين ونعمل اكسترابوليشن، نستنتج نقط بره الداتا اللي موجوده عندنا، ومن حقنا نعمل كده وما فيهاش اي مشكله، فنقدر نجيب سي بي نود. جبنا سي بي نود هنا طلعوا قيمته كام؟ 10 20 30 40. نروح عند نص التركيز اللي هو 20 اللي هو هنا ونعمل خط وننزل، فنقدر نعرف الهاف لايف تايم قد ايه. ده التركيز عند تايم زيرو اللي هو سي بي نود. نروح عند نص التركيز، نقف عند نص التركيز ونرسم هوريزونتال لاين وبعد كده فيرتيكال لاين، فنعرف نقدر نعرف الهاف لايف بتاع الماده دي جوه الجسم شكلها عامل ازاي. طبعا دي المعادلة بالجرام مش بالتركيز، فاتفقنا ان هي دي بي نفس الماتيماتيكال ايكويشن اللي بتربط التركيز هي نفسها اللي بتربط الدوز بتاعتنا او الوزن بتاع الجرعة، فنقدر نعرف الكمية بتاعتها ونفس الايه. وهنا لو عايزين نشوف قد ايه بيتشال مع الوقت، فهتبقى واحد ناقص ناقص الكلام اللي فوق ده fraction of the dose lost after a time. طبعا الكيرف ده اول ما نبص عليه المعادله دي لما نبص عليها عند تايم انفينيتي فالاكسبوننشال دي هتبقى بصفر، فعند انفينيتي هيبقى التركيز وصل، هيبقى الاليمينيشن بتاعنا بقى واحد، يعني شلنا الدواء بتاعنا كله بعد انفينيتي. حد فاكر الانفينيتي دي بالنسبه للاكسبوننشال كيرف يعني كام؟ 99% في الاكسبوننشال كيرف يعني امتى؟ يعني ما حدش هيقول انفينيتي هنا، لكن البراكتيكال نقول عند تايم كام المعادله دي هتبقى بتساوي واحد. يعني امتى نقدر نقول ان اي تو ذا باور كي تي بتساوي صفر؟ عند تايم زيرو بتساوي واحد. لما نقول انفينيتي هيبقى تقريبا اتخلصنا من كل الدواء، فيبقى نسبه الدوس اللي في الجسم على او نسبه الدواء اللي فاضل في الجسم او سوري اللي اتخلصنا منه واحد، يعني اتخلصنا من كل الدواء. واحد يعني خلصنا من كل الدواء.
معناها ان الاكسبوننشال كيرف ده بقى بصفر او الاكسبوننشال فانكشن دي بصفر. امتى تبقى بصفر؟ نظريا طبعا ما لا نهايه، بس ما حدش احنا هندسيا المفروض نقول على قيمه معينه. حد فاكر القيمه دي؟ لا محدش فاكر. خدتوها في الكباستور وهو بيتشحن بيفرغ بعد وقت قد ايه، برضه كان بيبقى اكسبوننشال كيرف كده مع الوقت، فبرضه بنقول ايه هو خلص بعد قد ايه. امتى نقدر نقول الكباستور فرغ؟ لو عندنا ار سي سيركت وكباستور مشحون هيفرغ بعد وقت قد ايه؟ حد فاكر؟ برضه كان بيبقى اكسبوننشال. ما درستوش الاكسبوننشال كيرف كده الكاركترستيك بتاعته؟ طيب امتى نقول ان الاكسبوننشال دي بتساوي صفر؟ محدش فاكر؟ الاكسبوننشال كيرف بنقول انها بتساوي صفر اظن 95% او 99 مش فاكر حاجه كده عند 5 تاو. حد فاكر؟ 5 تاو دي يعني 5 في 1 على كي اي ال، لما تي بتساوي 5 في 1 على كي اي ال ساعتها الدواء هيكون خلص من الجسم. يبقى 5 في كي ال هو ده التايم اللي هيساوي، او 1 على كي ال التايم اللي هيساوي عنده ان الدواء ما بقاش موجود في الجسم تقريبا. الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هو الحجم، لما بعمل انجكشن اتفقنا ان انا عندي جرعه معينه من الدواء بالجرام حقنتها في الكومبارتمنتال، في الكومبارتمنت بتاعتنا اللي هي الحجم بتاعها في دي. فالسؤال بقى، انا دلوقتي حقنت، انا عارف الفي دي، انا افترض ان قيمه معينه، فدايما حقنت حاجه معينه 1 جرام اقسمها على الفي دي هيطلع الفوليوم. هل الفي دي ده حاجه ثابته ولا حاجه متغيره؟ تفتكروا بالنسبه لنفس الشخص هل الفي دي ده حاجه ثابته ولا متغيره وبالنسبه من شخص لشخص تفتكروا ايه؟ يعني انا جبت جرعه 1 جرام دلوقتي حقنتها في انا شخصيا وبعدين حقنتها في حد فيكم. طب لو تخيلتها حقنتها في واحد زي بالظبط في نفس الحجم ونفس الوضع، ها تفتكروا هيطلع التركيز حاجه واحده ولا مختلفه؟ ولو جبت دواء تاني وحقنته فيا بعد شويه وقست التركيز تفتكروا هيطلع نفس الحاجه نفس الوزن؟ افترض ان هو نفس الوزن. نعم الحجم بتاع الكومبارتمنت بتاعتها. ما تقوليش يعني ايه كومبارتمنت عشان انت جاي متاخر. ها؟ ليه مش هيبقى واحد؟ يعني انا جبت دواء معين دلوقتي مضاد حيوي ورحت واخد 1 جرام منه وهقيس التركيز واروح اشوف الفي السي بي نود او التركيز عند تايم زيرو فلاقي قيمه معينه. لو جبت دواء تاني وخدته برضه في الاي في في الوريد وقست التركيز بتاعه عند السي بي نود هيطلع نفس الحاجه ولا مختلف؟ هنا نفس كميه الجرعه، ها كل الناس شايفه ان هي هي. نعم هي هي ولا مختلفه؟ طيب هي مش هي هي، هنشوف ليه. طبعا هنا بيقول لنا ان الفي بنقدر نجيبها من الاماونت على الكونسنتريشن، ماشي كل ده كلام بسيط. الفي دي بقى هنا بيمثل لنا ايه؟ الفي دي او الديستريبيوشن فوليوم او الحجم اللي احنا مفترضين حجم الكومبارتمنت بتاعتنا. حجم الكومبارتمنت ده الحقيقه مش حجم ثابت. ليه بقى؟ احنا قلنا قبل كده ان الدواء ممكن يبقى سوليبل، يعني بيدوب في الايه؟ في الدهون مثلا. لو جبنا دواء معين زي جسمنا فيه دهون كتير، فلو جبنا دواء بيدوب في الدهون كتير وبصينا على التركيز بتاعه في الدم ايه اللي هيحصل؟ سي بي نود بتاعته ده شكلها عامل ازاي؟ دواء بيدوب بسرعه في الليبيد في الدهون. يبقى انا حقنت واحد، جبت واحد وحقنته وبصيت على التركيز بعد ساعه. وجبت واحد تاني وحقنته بدواء تاني بيدوب في الدهون اكتر وبصيت على نفس على التركيز بتاعه بعد ساعه برضه. ها
التركيز بتاع مين هيبقى مختلف، مين اعلى ومين اقل؟ تاني اقل ده انتشر، خرج من السيركيولاتوري سيستم وراح للدهون اللي في الجسم، فبقيت شايف التركيز قليل، صح كده؟ لو رجعت للسي بي نوت بتاع الاثنين، احنا اتفقنا ان احنا ممكن نعمل اكسترابوليشن ونرجع بالكيرف بعد ما ناخد كذا قيمه ونرجع للسي بي نوت بتاع ده والسي بي نوت بتاع ده. تفتكروا السي بي نوت بتاع الاثنين هيطلع واحد ولا مختلف؟ انتوا قلتوا بعد ساعه التركيز هيختلف، ليه؟ لان ده بيدوب في الدهون بطريقه مختلفه عن ده. السؤال بقى، لو رجعت وعملت اكسترابوليشن، يعني استنتجت قيمه بره الداتا اللي موجوده عندنا، اكسترابوليشن مقصود بيها كده، فجبت السي بي نوت بتاع ده والسي بي نوت بتاع ده، التركيز مختلف ولا هيبقى هو هو السي بي نوت؟ اقول تاني، مختلف ليه؟ هيختلف لان احنا وصلنا بعد ساعه بقى حاجه مختلفه، وبناء عليه لو عملنا اكسترابوليشن واستنتجنا سي بي نوت هنلاقيه مختلف، بس ده عكس الكلام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. احنا قلنا ان كومبارتمنت موديل لو حققنا نفس العيان بدوايين مختلفين هنلاقي السي بي نوت حاجه واحده، فاحنا استنتجنا دلوقتي ان لا مش حاجه واحده، هيبقى مختلف. نقول تاني، حقنا العيان الاولاني، بيشنت الاولاني حقناه بجرعه معينه بدوز معين 1 جرام، وعملنا التجربه في وقت معين، عملنا نفس البيشنت حقناه بدوز دواء تاني، يبقى ده دراج 1 وده دراج 2، حقناه بواحد جرام، وسالتكم قلت لكم لو عايزين نجيب السي بي نود هنا والسي بي نود هنا، فكانت الاجابه الاولانيه ان السي بي نود هتبقى حاجه واحده. فقلت لكم ان لو الدواء الاولاني ده بيدوب في الدهون، لكن الدواء الثاني ده بيدوب اسرع. لو رحنا رسمنا الكيرف بتاع تركيز الدواء في الحالتين، الدواء الثاني هو اللي بيدوب اسرع في الدهون. فشكله هيبقى عامل ازاي لو رسمنا الكيرف، لو تخيلنا ان الكيرف الاولاني شكله عامل كده على السيمي لوج، وهنا طلع لنا قيمه معينه للسي بي نود، وده بعد ساعه 1 اور، فروحنا بصينا هنا بعد 1 اور لقينا القيمه اقل بكتير من اللي هناك، واحنا موصلين الكيرف لقينا ان السي بي نود هنا اقل من السي بي نود اللي فوق. ده معناه ايه؟ اولا السي بي نود بتساوي ايه في الحالتين؟ السي بي نود بتساوي ايه؟ بتساوي الدوز بتاعتنا على الفي دي. طب والسي بي نود في الحاله الثانيه تساوي الدوز برضو على الفي دي. الدوز في الحالتين واحد، احنا في الحالتين حاقنين 1 جرام، فده معناه ان الفي دي مالها بيحصل فيها ايه؟ بتتغير مع ايه؟ مع نوع الدواء. يبقى الفي دي ده مش هو حجم السيركيولاتوري سيستم ولا هو حجم كومبارتمنتال موديل، هو حجم خيالي كده، الحجم اللي بتنتشر فيه الدواء اللي احنا متخيلينه، بيتاثر بحاجات كتير من ضمنها الايه السوليبيليتي بتاعت الدواء ده جوه الايه جوه التيشو او جوه الليبيدز او جوه اي حاجه، بيتاثر بالسن بتاع العيان، بيتاثر بالوزن بتاع العيان، بيتاثر بحاجات كتير. فما نقدرش نقول ان الفي ده الفي دي ده هو حجم السيركيولاتوري سيستم، ده كلام مش صح. فهنا ده الكلام اللي هو بيقوله لنا هنا، ان الفي دي ده هو قسمه او نتيجه قسمه الكونسنتريشن على الدوز اللي احنا بنحقنها
ودي المعادلة اللي بتحكمنا اللي هو دي بي على سي بي طبعا الدي بي هنا مقصود بها الدوز اللي حققناها في الاول يبقى دي بي الاماونت اوف دراج ان ذا بودي ماشي اهو هنا بيقول المثال اللي احنا قلناه لو احنا بنحقن العيان باي في بنحقنه رابط بسرعه مقصود بيها ان احنا اكن دخلنا على الكومبارتمنت حاجه واحده مره واحده في وقت في تايم زيرو تقريبا فيبقى كميه الدواء اللي احنا حقنناها اللي هي دي بي نوت الدوز في البلاز في البلاد عند تايم زيرو فيبقى الفي دي بتساوي الدوز اللي احنا حقنناها على سي دي نوت او يكتبها بالطريقه اللي هو كاتبها دي اللي هي دي بي عند تايم زيرو في البلاد او الجرعه الدوز بتاعتنا في البلاد عند تايم زيرو على التركيز عند تايم زيرو وشفنا التركيز عند تايم زيرو ده ازاي بنحسبه لانه مش حاجه ستريت فورورد فدي الطريقه اللي الناس بتحسب بيها الفي دي بتاع دواء معين بيبدا يعمل الاكسبيرمنت بتاعته طبعا هياخد قيم بعد اوقات مختلفه ومش هيكون عنده سي بي نوت فيعمل اكسترابوليشن ويقدر يستنتج القيمه يستنتج القيمه دي من الكيرف او من الداتا فيطلع له سي بي نوت يقسم سي بي نوت سوري يقسم الدوز اللي هو حقنها اصلا اللي هي دوز عند تايم زيرو على سي بي نوت فيطلع له الديستريبيوشن فوليوم بتاعته اللي هي بتختلف من دواء لدواء. طبعا هنا بيقول لنا ان الفي دي دايما ممكن تبقى ايكوال سمولر جريتر زان ذا بادي ماس هي مالهاش علاقه بحجم الجسم. هي ليها علاقه بقد ايه الدواء بينتشر في الجسم بريت شكله عامل ازاي. طيب هنا بيقول لنا ان الدراجز سمول في دي لو دواء مع الفي دي بتاعته قليله. في الغالب بيبقى مكتوب على روجيتات بيبقى مكتوب على حاجات قيم انديكيشن معينه للفي دي لو دواء الفي دي بتاعته قليله معناها ايه؟ معناها ان الدواء ده بينتشر بسرعه ولا بيبقى موجود في السيركيولاتوري سيستم فتره اطول؟ ها؟ بيبقى موجود في السيركيولاتوري سيستم فتره اطول والسيلابيلتي بتاعته في التيشو ضعيفه. الدراج اللارج في دي معناه ان هو بينتشر في التيشو بسرعه وبيخرج من السيركيولاتوري سيستم في وقت اسرع. ده طريقه التعبير بس. هنا بيقول ازاي بيعبر عن في دي في دايما بيقسمها يقسمها على وزن الجسم بيجيب الفيديو يقسمها على وزن الجسم فبيكتب عليها بالطريقه دي طريقه التعبير حتى في المسائل هتلاقوها بالطريقه دي الفي دي بتساوي 5% من البادي فتضرب الوزن بتاع جسم الانسان في القيمه اللي مديها لك بالنسبه دي فتقدر تطلع الفي دي بتاعتك كليرنس كليرنس اللي هي الملي لتر بير مينت اللي هو الريت اوف اليمينيشن ولا بيسميه ايه بقى؟ دراج اليمينيشن الريت او ازاي الدراج بيخرج من الجسم فنقدر برضو نستنتجه من المعادله بتاعتنا وكليرنس اليونتس بتاعتنا اللي هي الليتر بير ايه بير اور قد ايه الدواء بيخرج من الجسم او المعدل اللي بنخرج بيه الدواء او الريت اوف دراج ريموفال من الجسم شكله عامل ازاي؟ طبعا هيطلع اكسبوننشال برضه. طبعا هنا ببساطه احول السي بي بدوس على فوليوم وبعدين بودي الفوليوم الناحيه الثانيه باعتبار ان الفوليوم ده حاجه كونستنت وبقى عنده دي بي اللي هي الباي دي تي الريت اوف
دراج ريموفال اللي هو بالوزن على التركيز، وسماه اللي هو الايه كليرنس ريت او الناقص كي مضروب في الايه في الفي دي كليرنس ريت. يبقى كليرنس ريت ده كونستانت، نقدر نضرب ناقص الكي في الفوليوم في الفي دي فيطلع لنا كليرنس، او هو معدل الريت اوف تشينج بتاع الدوس جوه الجسم على التركيز نفسه على السي دي نفس الكلام. يبقى كليرنس بتساوي الفي دي اللي هو كونستانت مضروب في كي ال كونستانت اللي هو لتر بير اور. ودي بقى شويه المعادلات اللي بتحكم الموديل بتاعنا. يبقى عملنا للموديل فيريفيكيشن، ودي شويه معادلات قلناها كلها بالتفصيل اللي هي تي الهاف لايف والسي دي الاكسبوننشال وازاي التركيز في الجسم شكله عامل ازاي، والمعادله معادله اكسبوننشال او فيرست اوردر ايكويشن هي اللي بتحكمه، والدوز نقدر نبص على التركيز او نقدر نشوف الدوز نفسها بالوزن شكلها عامل ازاي جوه الجسم. طب البارامتر زي لو احنا عندنا اكسبيرمنتال داتا وعايزين نطلعها برضه، هنا عملنا اكسترابوليشن عشان نجيب سي بي نوت، فنقدر نجيب سي بي نوت بسهوله. دي اول بارامتر نقدر نستنتجه. يبقى تخيلوا كده ان احنا حد جاب لنا دواء معين وقال لنا عايزك تطلع لي البارامترز بتاعت الموديل، فنبدا نحلل عند كذا مكان، ناخد جرعات من الدم بعد كذا وقت، سي بعد 6 وبعد 12 ساعه وبعد 18 ساعه، وبعدين نعمل اكسترابوليشن فنقدر نجيب السي بي نوت. يبقى اول قيمه. التاني السلوب بتاع الكيرف ده بيمثل لنا هو نفسه الكي ال، فده تاني بارامتر في الموديل. فيبقى احنا كده عندنا كل البارامترز بتاعت الموديل. بس كده خلصت المحاضره، سهله اهي والدنيا بسيطه.